الآن معنا ثاني أخطر أفعى في الأردن، أفعى فلسطين السامة الخطيرة. هاي العينة هي نفسها اللي لدغت الطفل تيم الأسبوع الماضي، لكن الحمد لله فضل الله ثم وجود الترياق الأصلي تم علاجه وشفاؤه بالترياق اللي جبناه من جمال العمواسي. هاي الأفعى السامة الخطيرة، تعالوا نتعرف عليها ونشوف. الأفعى أكثر طول بتوصله 135 سنتيمتر، أفعى عدوانية وأفعى شرسة، تغذى على الطيور والفئران والسحالي بشكل عام، تواجد في المنطقة الغورية وشبه غورية والمنطقة الجبلية، وتم حديثا وجودها في بيئات جديدة. تم حديثا وجود هاي الأفعى في بيئات جديدة قدرت تتأقلم عليها، موجود الآن في صحراء البادية الشمالية في أم القطين ومنطقة صبحة وصبحية. أفعى سامة جدا وخطيرة، نتعرف عليها من أقرب مكان. هاي الأفعى الآن قدرت تتأقلم على بيئات جديدة مثل البادية الشمالية، منطقة صبحة وصبحية ومنطقة أم القطين. أفعى سامة جدا وشرسة وخطيرة، ثاني أخطر أفعى في الأردن لكونها ثاني مسبب لدغات للمواطنين بشكل عام.